وفي هذا السياق أكد الأستاذ مجيد الماجد مدير إدارة تطوير الأعمال والتراخيص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أكد أن دورة الألعاب المدرسية أتت لتعزز من مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية للرياضة، ولتبرهن أن المملكة تملك كل المقومات لاستضافة مثل هذه الفعاليات العالمية. في الواقع استضافت مملكة البحرين للأحداث والبطولات الرياضية الإقليمية والعالمية، تعزز من مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية للرياضة، اللي تعتبر طبعا أحد أهم الركائز الرئيسية لاستراتيجية السياحة 2022-2026. يمكن الجانب المميز في دورة الألعاب المدرسية هو الفئة العمرية، خاصة أن نحن نتكلم عن طلبة مدارس، وكل طالب مشارك بيرجع بحماس يتكلم عن تجربته السياحية في البحرين. لهالسبب احنا في هيئة البحرين للسياحة والمعارض مهم بالنسبة لنا ان نرتب الزيارات السياحية للمشاركين، وتكون تجربة ان شاء الله تفاعلية تعكس هوية مملكة البحرين، ونترك عندهم انطباع وشعور ايجابي. ومملكة البحرين تمتلك البنية التحتية الجاهزة لاستضافة الفعاليات والمقومات السياحية، سواء رياضية، ثقافية، تاريخية، طبعا بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات السياحية اللي موجودة في البحرين اللي جاهزة أن تستضيف هالفعاليات. Greatness, cause we got game. We love the competition. Feels like we on a mission. Trust me, it feels the same. Now watch me, you can't stop me. I'ma work till you see me in top three. Success is on my mind only, cause I'm thinking about winning that trophy. This my time to shine every day. I stay on the grind. Let's keep growing. We ready, let's keep going. The future is ours. 24 hours working just to prove to the doubters that I got what it takes to be worth it. We come from me.